الجمهور والمشاهدين اللي عم يتابعونا عبر شاشات السي بي سي بمصر والام تي في بلبنان. على هالمسرح مع ست ضيوف بتغنوا بتمثلوا بتقدموا ومن مجالات كثير بتتلاقوا عنا حتى نقضي معهم احلى لواد. وهالحلقه مثل كل حلقه رح تشهد مفاجآت ضحك وتسليه، بس قبل ما نبدا بدي اقول بونسوار لمحمد. مساء الخير يا نانسي. مساء الخير على كل اللي بيشوفونا. حلقة جديدة من أحلى الأوقات بتطل عليك وفيها غنى وفيها لعب وأسئلة مع فريقين، كل واحد بيضم ثلاثة من النجوم، ضيوف من مصر وضيوف من لبنان. ومباشرة بنبدأ مع أول ضيف موجود معانا، ميشيل أزي الانطلاقة كانت من برنامج الهوات برصيده مجموعة من الأغنيات الرومانسية وما اكتفى بالغنى لأنه كان له تجارب بالتمثيل. مصطفى محفوظ بدأ مشواره الفني بالكونسرفاتوار ثم اتجه للتلحين ووضع اسمه على أغنيات لأهم مطربي العالم العربي. أمي زكريا هي بنت الفنان طلعت زكريا، أول خطواتها بعالم السينما كانت بفيلم سعيد حركات سنة 2011. ندى ترباي بدأت رحلتها عام 2001 بالكوميديا، تنقلت من العديد من الفرق الكوميدية وكان أول تجربة ليها تجربة صغيرة بالغناء. طارق صبري خرج من كلية الهندسة ودرس تمثيل وإخراج واشتغل كمراسل تلفزيوني. محمد قايس من الوجوه الشابة اللي بتطل عبر شاشات الام تي في وحبوها الجمهور جدا والشهر بتقديم البرامج والألعاب خلال شهر رمضان. كل ضيوفنا مسؤوليتكم الليلة كبيرة لأنه الناس ببيوتها متكلة عليكم لتضحك تتسلى وأكيد تغني، وما ننسى أنه في منافسة وفريق واحد بس يلي رح يربح. ثلاث نجوم في الفريق الأول وثلاث نجوم في الفريق الثاني، حنشوف منافسة جديدة جدا وحاجات كتير قوي حنشوفها بس بعد البريك.